واشوش الاصدقاء كيدير اسبيغ تكونوا مزيانين. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لاسطنبول خصيصا باش نتلاقى الزوجه ديالي. غادي نتلاقاو في الوسط، هي في اندونيسيا وانا في امريكا. غادي نتلاقاو في الوسط في اسطنبول ان شاء الله باش نجيبها لهنايا لامريكا. عندي بزاف ديال الخبرات زوينين ان شاء الله، من بعد غادي نقول لكم. ولكن اول حاجه غادي نمشيو ان شاء الله باش نفطروا، مورا غنشدو طريق لواشنطن دي سي ان شاء الله. سو ليتس جو نمشيو نفطروا هو الاول. جابونا المني، طاريت هذا المني هذا اللحم. طلبت قهوه الاصدقاء جابوا لي الامريكان كافي، الموز زغاريت، المذاق ديال القهوه وصافي. حطوا الكريمه فوق القهوه باش تولي قهوه حليب. خاصك شي 10 من هذا، تقريبا معلقه ديال الحليب هذا ولا معلقه ونص. شوف الاصدقاء، وي هاف امريكان بريكفاست، الاكل الامريكي لا علاقه. المهم غادي نعسيو صافي هادشي اللي كاين. الاخت هذه من نيجيريا افريقيا. العسل لسل. How about Nigeria? What do you call it? Syrup. أنا. بسم الله. What's your YouTube? Huh? What's your YouTube? My channel YouTube. Yeah. هيثم علوي. هيثم علوي. هيثم علوي. It's A Y T A M. What's your YouTube? A Y. No no not H A Y. T-E-M. You got it? Yeah. Yeah. This is my channel. Cool. You're a star. Yep. Little bit. Famous in Morocco. Nice. Are you like the Mr. Beast of Morocco? No. Not that's all. Cool. I'll check it out. Thank you. You can watch the Mr. Beast of Morocco. Hello. هذه هي ذا بيست اش كنجينا كنجيلا هاد الوافل، هاد الشوكولاته وافل واعره. بسم الله توكلنا على الله. عندنا تقريبا واحد 5 سوايع باش نوصلوا لمطار دالاس. لا الرئيس يتم تعيينهم لحين. الحمد لله الاصدقاء، وصلنا لمطار دالاس هنايا في واشنطن دي سي. سو دابا غنتاجوا ان شاء الله باش ندفعوا الباكاج هو الاول. موراها ان شاء الله غادي نمشيو للتركيش ايرلاين لونج. الحمد لله everything is good. دوزنا كل شيء، دابا غادي نمشيو للجيت ديالنا. ميم با 30 مينيت ما دوزناش حتى نص ساعه، احنا ناضيين نمشيو للتركيش ايرلاين لونج، نركبوا بعدا في التران اللي غيدينا للجيت ديالنا ان شاء الله. ثانك يو. بعد ما تغديت عندنا ستروبري وعندنا براوني كيك وعندنا هذا الروز هذا بالحليب، ما عرفتش كي داير. بسم الله. هذا الروز بالحليب بارد، فاش كطيب امك الروز بالحليب وكتخليه يبات واعد. اليوم غادي نجربوا فول في البيزنس كلاس مع تركيش ايرلاين، والتيكيه كتسوى 4300 دولار اي 43000 درهم. Here we go, we are ready to go. ممر السعادة، إلا أنا ممر التعاسة حيت كنخاف من الطيارة الأصدقاء. أول حاجة الأصدقاء غير طلعنا للطيارة جابوا لنا الويلكم درينك، مشروب الترحيب، وأنا اختاريت الأورنج جوس. بسم الله. يا سلام يا سلام، الله يرزقكم اصدقاء هذه اللحظه. هذا راه حلم انا تنعيشو، اقسم لكم بالله الا حلم كنعيشو. صح سبحان الله العظيم. حزام السلامه او سيت بيلت داير في حال ديال الطوموبيل. سو كما كتشوفوا هير وي جو. ثانك يو. ونقولوا بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
هو الحاجة الأصدقاء جابوا لنا الدرينك. أنا طلبت لويزا بغيت نترولاكس الأصدقاء باش نقدر الناس إس الطيار عندي معاه مشكل سوكا يكون مخلوع كان قدرش الناس. زيت البلدية الأصدقاء سو خلينا نقول بسم الله إن شاء الله. الله جابوا لنا تركيش تي و باكلافا مع فريش فروت. اصدقائي الفراش ديالنا موجود، جابوا لنا هاد الفوطه هادي سخونه. الله غنضربوها باحسن نعسه. مازال 7 سوايع ديال الطريق وغادي نحاول الناس واحد 6 سوايع بإذن الله تعالى. والأصدقاء تصبحوا على خير. صباح الخير الأصدقاء، أحسن تكسيلة في العالم. شعلوا لنا الضوء، جابوا لنا الفوطة هذه باش نغسلوا وجهنا. جابوا لنا الفريش فروت هنايا في بريكفاست، الفطور ديالنا فواكه. هنا واحد الشيبانة أصدقاء شوكولا. الى دابا ولا تجيب لي واحد الشيبانه سخونه هي غتجي الاصدقاء. انا اللي صونيت سمعتو كان قلت لنا درت شوكولات بان شوكولات كرواسان ياب فتي الفرنسي الاصدقاء شوكولات بان توستي سيه كان قلت يا شوكولات وان ثانك يو يو باك مي تشاي وين غير بداك. الحمد لله الاصدقاء على هذه النعمه هذه، الحمد لله والشكر لله. كنتمنى اي واحد فيكم كيتفرج فيا الله يسهل عليك في السماء هذا، وانا في السماء قريب عند سيدي ربي. الله يسهل لك يا ربي والله يفتح لك باب الخير، الله يرزقك من حيث ولا تحتسب، بقول امين. جابوا لنا المين كورس الاصدقاء بانكيك. سيدتي سادتي مرحبا بنا في اسطنبول، مرحبا بنا في هذا البلد الجميل. تقريبا 4 سنين هذه بيني وبين اسطنبول داس دغيا صراحه الله. مرحبا بنا مره اخرى ان شاء الله. سو اليوم ان شاء الله غادي تجي المدام ديالي. انا جيت لاسطنبول خصيصا باش نتلاقى الزوجه ديالي، هي في اندونيسيا وانا كنت في امريكا. سو قسمنا الطريق ووصلنا الوسط، لقينا احسن حل هو اننا نتلاقاو في الوسط، وديك الساعات عاد نرجع انا وياها لامريكا ان شاء الله. جبت لكم واحد مفاجاه غادي تكونوا عرفتوها، مي خليكم حتى تشوفوا المفاجاه معنا ان شاء الله. هاد الماشين هادي في تركيا هي باش كتاخد الكود الويفي، ولكن ضروري ما كتسكاني الباسبور ديالك. 1 اور فري ويفي فرنت. سو هذا هو الكود الويفي، دابا نقدروا نتكونيكتاو. سو هنايا فين عندنا الباجاج واشنطن، الباليزه ديالي ها هي ديال السي العلوي. هاد الكوفر هذا الصراحه هاد لاكي بروتيكتي الباليزه كما شفتوا، السي العلوي العالميه. اول حاجه خصنا نديرو هو اننا ناخذ العمله التركيه الليره، واللي ما غاديش نصرفو بزاف في المطار، غادي نحاولو نصرفو غير واحد 20 دولار حتى نخرجو برا المطار عاد نصرفو، حيت في المطار تيكون الكوميسيون طالع بزاف وحتى الريت ديال التشينج ما تيكونش مزيان. نصيحه ما تصرفش في المطار، صرف غير داكشي باش اللي غادي ناخذو الطريق اللي غتدينا من المطار للوطيل ديالنا ان شاء الله. ليتس جو. سيجنيتشر ويت فينجر. من بعد ما صرفنا الفلوس وحصلنا على الليره غادي نحاولوا نمشيو دابا ناخذوا المترو. اول مره غادي نجرب المترو الصراحه، دلت كنمشي غير بالباص، مي داروا مترو جديد في مطار اسطنبول. سو ليتس جو نجربوه. بالنسبه للمترو كتجيو للجيت 13 او للباب 13 ومن هنا كتاخذوا المترو ان شاء الله. كتبقاو تتفولوي والاصدقاء غير الساين ديال المترو، بقاو متبعين الاسهم حتى توصلوا للمحطه. بقى
دقائق غتحتاجوا هذه الكارطه هذه بزاف اللي سميتها اسطنبول كارد اللي بها غتركبوا المترو الترامواي الباطو اي حاجه كتستعملها الطوبيس اي حاجه كتستعملها هنا في تركيا كتركب هاد اسطنبول كارد كتاخذهم لي ماشين اللي كاينين في المترو ولا في الترامواي ولا في الباص ستيشن كاينين بزاف هذوك لي ماشين منهم منين كتاخذوا الاسطنبول كارد هاد لي ماشين هادو اللي كيكونوا هنايا منهم تقدروا تاخذوا اسطنبول كارد ومورا كتبقى تشارجي لا كارد ديالك يلا درنا تشيكين في هذا الفندق الجميل الغرفة الشخصيين الثمن ديالها 600 درهم جا في قلب ديال تقسيم وقريب لكالاطا تاور نخليكم السمية ديالو إلا كنتم مهتمين به ما تخيلوش الأصدقاء تركيا شحال ولات غالية عرفتي تصدمت أنا فجيت الأزمنة هنا عرفتي تخيلوا أنا خديت بانكيك وقهوة تقريبا ب 200 درهم الأصدقاء مغربية عرفتي راه الأزمنة أنا ضربوا في 4 ولا في 5 ما عرفتش علاش الثمن ولا هكا غالي بزاف مي راه فريمون تركيا ولات غالية ديال بصح فاينلي وي ميت سيلا هاو لونغ وي آر فار أواي 4 months 4 شهور الاصدقاء احنا بعد على بياضنا تلاقينا البارح تلاقينا في اسطنبول وي ميتين ذا هالف واي وي ار ان غالاطا سراي الاصدقاء وحده من البلايص اللي مشهورين هنايا في اسطنبول اللي ضروري خصكم تزوروهم الى جيتوا لاسطنبول كفيديو ويد ماي بيبي اصدقائي حنايا في واحد المنطقه سميتها ايمونونو غادي نمشيو لواحد البلاصه سميتها اسكودار وباش غنمشيو لاسكودار غيمشيو بالعبارات باطوات ودوك الباطوات غادي نخلصوهم باسطنبول كارد ديك لا كارت اللي قلت لكم غتحتاجوها بزاف تنبيها في الطوبيس في الترامواي في المترو في العبارات كلشي كتخلصو غير باسطنبول كارد مهمه بزاف هاد لا كارت هادي سو ليتس جو غادي نمشيو للبوت ستيشن باش ناخذو ان شاء الله الباطو لاسكودار كطبي غير هاد لاكارت هادي وكتدخل بها خلصنا تقريبا 22 ليرة تقريبا واحد 5 دراهم بحال هكاك حنا الأصدقاء رحنا غاديين في الباطو هنايا معرفتش واش كتسمعوا ولا لا حيت فريمون الريح جات ديال البحر مي رحنا غاديين دابا لاسكودار إن شاء الله الأحلام ديال الأصدقاء هو أنني نسافر في هاد الباطوات الكبار إن شاء الله وان داي حيت حقق هنا لواحد المسجد يلاه جديد مسجد عظيم وجميل جدا غادي نحاولوا ندخلوا ان شاء الله نصليوا العصر موراها نكتشفوا هذا المسجد هذا الجميل جدا ليتس جو تمشي لي جوج خطوات كتعيا يو تايرد بيكوز يو ار غراندما نو بيكوز يو ار بريجننت نوت بريجننت اوف تايم تايرد اولويز قال لكم ما جده هي ما حامله هي ديما عيانه جينا هذا المكان هذا الاصدقاء كنتاملوا في هذا المنظر الجميل عرفتي الاصدقاء مسجد عظيم سبحان الله وكبير ما شاء الله تبارك الرحمن فيه شي 4 ولا 5 ديال الطبقات وكبير ما شاء الله ومازال جديد عرفتي البنايه ديالو مازال جديده ومازال معروفش بزاف الترونسبور مازال ما فيه ملكيش اللي كيوصل هنايا جينا في واحد الميني بيش واللي جابنا لهنايا ما شاء الله تبارك الرحمن مسجد كبير وحسن من ايا صوفيا وحسن من احمد السلطان حيت هذا كبير ما شاء الله كما قلت لكم واللي كبير والله ما تخيلوش هذا المكان هذا شحال جميل شحال حبيته ما شاء الله مسجد عظيم وكبير ومازال جديد عرفتي وحتى الناس اللي فيه ما كاينش السياح كاين غير الناس التركيين ما شاء الله تبارك الرحمن واو شوف هاد النافوره هادي واه شحال واعره المحل هذا غير ديال الدراري الصغار سو جينا ناخذوا الحوايج البيبي ديالنا وليتس جو خلينا نقلبوا على صيله نشوفوا فين كاينه بعدا واس لايك يور ريكويست سبحان الله محل كبير تبارك الله اصدقاء فيه الالعاب فيه الحوايج فيه كل شيء سبحان الله العظيم انا في واحد المول هنا في اسطنبول اش غادي نقول لكم الله يسهل على اي واحد والله يرزقكم الذريه الصالحه واش غادي نقول لكم واحد الاحساس فشكال سبحان الله العظيم الحمد لله على كل حال وهادشي اللي كاين حنا عندنا الفول الامريكا ان شاء الله نيكست ويك ما عرفناش واش صراحه الله غادي يخلي وصيله تدخل ولا لا حيت صيله ديجا الكرشه ديالها بانت شي شويه وصيله عندها غير فيزا توريست سو مازال ما عرفناش واش غادي يخليوها يدخل ولا لا المهم على كل حال ما نتسبقوش الاحداث نتمنوا الخير ان شاء الله وهادشي اللي كاين صيله مازال كدير شوبين هنايا خلات لي الكروسه هنايا عامره بالحوايج وهي مشات مازال تتقدى نوضتني من الكرسي وما تقدرش تهضر معها قالت لي حيد خليني نجلس اي نيد تو ستاند اب اند يو نيد تو سيت واي واي قالت لك اوف كورس خاصها تجلس نعم اسيدي ما عندك ما دير الحواميل ثانك يو جود
اصدقائي صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لواحد الريستورون اللي الصراحه طلعه على البحر وغادي تعجبكم ان شاء الله، وكنظن اي واحد يقدر يجي لها اللي في اسطنبول يقدر تجيو لها حيت تعجبكم، واني نخليكم تشوفوها باش تعرفوا واش تعجبكم ولا لا ان شاء الله. فاول حاجه جينا الكباطا ستيشن هنايا باش ناخذوا العباره ان شاء الله اللي غتدينا حتى الريستورون ان شاء الله. طلعنا في الباطو الاصدقاء، الله عندنا تقريبا واحد 20 دقيقه باش يوصلنا للجهه الاخرى فين كاين الريستورون ان شاء الله. هذه اصدقائي هي الريستورون، يلا وصلنا لها، سميتها ياكاموز. سو ليتس جو ندخلوا ليها ان شاء الله. طبعا جميله، شوف المنظر الاصدقاء اللي جالسين فيه، يا سلام. تخيلوا الاصدقاء المنظر شحال جميل. صوم من هنا ان شاء الله غادي ناخذوا وجبه الغداء ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم منظر جميل، ريستورون واعره ديال بصح الاصدقاء، غادي نبارطاجي معكم السينيه ديالها بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو يجلسوا فيها، حيت فريمون راه هنا تيكون المنظر خرافي، سيرتو الا جيتو في الغروب ديال الشمس كيكون المنظر زوين ما شاء الله. كما شفتوا اوردرينا الحوت الاصدقاء، حنا في البحر سو ضروري خاصك تاكل الحوت باش تحس بالبحر وتحس بالحلاوه ديالو. اللي كاين الاصدقاء غادي نحاولوا نتغداو ان شاء الله ونمشيو ندبروا راسنا في شي قنت اخر. اليوم بالليل عندنا واحد الرحله ديال البوسفور، اول مره غنديرها الاصدقاء، وخا ماشي اول مره غنجي لاسطنبول، واني اول مره غندير التور ديال البوسفور بالباطو ان شاء الله. الى بغيتو نتغداو تسولوني من نتوما، قلت لهم المغرب، جابونا الدرابو ديال المغرب الاصدقاء هنايا، عالمية والله العالمية. ان شاء الله حنا وصلنا لكباطاش، من هنا غادي نبداو ان شاء الله البوسفور جو ديالنا، غادي نقلبوا على الباطو ديالنا ان شاء الله، غادي نتوكلوا على الله. ديجا حنا ريزيرفينا اونلاين سو غادي نقلبوا على الاصدقاء، اعتقد هي ديك اليالو ديالنا الليمونيه هي ديالنا اصدقاء. هو الباطو ديالنا الاصدقاء سميتو تورناتور. سو ليتس جو، خلينا نديرو تشيكين هنايا مع الاصدقاء باش ناخذوا البلاصه ديالنا. ثانك يو، بسم الله. احنا يلا جلسنا هنايا في الطبله ديالنا كما كتشوفوا، جابوا لنا مقبلات هنايا وجابوا لنا عصير والماء. سو اول حاجه اوردرينا هو العشاء ديالنا غادي يجي حضر هنايا، مورا ما غنتعشاو غادي نطلعوا للفوق باش يبدا الشو ديالنا اللي عليه لاش جايين ان شاء الله. انا طلعنا دابا للفوق يا الاصدقاء، هنايا مورا ما غنتعشاو غتقلع السفينه ديالنا، غيكون الشو هنا كما شفتوا كاين واحد المسرح هنايا، هنا الطبالي غادي يكونوا المتفرجين وزايا الفي اي بي كاينين الفوق. حنا قطعنا تيكيه عاديه الاصدقاء، سو غادي نهبطوا ان شاء الله لتحت باش نتعشاو، موراها غنطلعوا لهنايا باش تزها القضيه المزيكا وداك الشيء، عرفتي فريمون الباطو عامر الاصدقاء. يلا حطونا العشاء هنايا كما كتشوفوا، انا اودري تشيكن جرين دجاج مشوي، نحاولوا نتعشاو دابا ان شاء الله. ديجا طلعنا للروف توب، انا فين غادي يديروا السبيكتاكل. سيلا ديجا داخت، سيلا شيفيلد ديزيا سكينه، سيلا داخت فوسفور بريدج. يا سلام يا سلام. جينا للتاور هذه اللي ندير فيها الشو هذا، اللايت شو. واو، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، الشو واعر ما شاء الله. Here we go, الأصدقاء. Will you rise from the earth and embrace the endless heavens? Now enter that silence. It makes me dizzy. How about him? زايا. العالمية العالمية، شكرا عالمية، شكرا لكم. شكون تفضلوا؟ الشيخة ديال تركيا هذو الأصدقاء، الشيخة ديال تركيا العالمية. أيوا أيوا زايا. الأصدقاء باش يفرقوا علينا الدلة. جينا للصفا، واحد من بين اجمل الاماكن اللي تقدروا تاكلوا فيهم الكنافه، وبالضبط كاتميرا الاصدقاء اللي داير بحال المسمن، المحل ديالو هو هذا، ما تتخيلوش شحال عندهم بنينه كاتميرا الاصدقاء والكنافه، داك الشيء علاش جينا ناكلوها، وجينا نديو معنا البقلاوه ان شاء الله كادوات للعائله وداك الشيء. المهم غادي نصور لكم شي شويه الدخله ديالهم كيفاش دايره داك الشيء. المحل ديالهم راه جا في سيركتجي حدا المترو حدا الترامواي ديال سيركتجي، صوره قريب وراه كيدير داكشي واعر الاصدقاء، احسن من حافظ مصطفى. انا بالنسبه لي الصفا از ذا بيست، جربتهم بجوج
الصفاء is the best الأصدقاء. هو كيصايب دابا هنايا كاتمير كاينه بحال المسمن كيديروا فيها البيستاج وسنيده وهذاك الفرماج ديالهم. راه ما يمكنش الأصدقاء شحال بنينه الأصدقاء، راه لا يمكن التخليطه ديال اللي كيديروا عجيبه يا سلام. هنايا كنافه ديالهم الأصدقاء بنينه، ما يمكنش شحال بنينه الأصدقاء يا سلام. وخلاص البقلاوة عندهم داك الشيء ما لا الدواء طاب الأصدقاء. ترى ميمكنش الأصدقاء شحال بنينة تكون هكذا. لا كيكة تركيا يا سلام. خطميرة الأصدقاء هي أحسن حاجة عندنا في هذا المحل هذا يا سلام. المنطقة ميمكنش الأصدقاء سلاكك ضروري خاصها بقلاوة بيستاشيو سو غادي تدي معاها سو غادي نصايبو واحد جوج كيلو ان شاء الله. اليوم معنا السيد راه حتى معنا كيصايب معنا.